هي انا هو اصلا على حسب اللي قال الطبيب الشرعي ثلاثه د الناس في دقيقه الفرق بيناتهم ديال الموت يعني دقيقه يعني دقيقه بحال تقول انا براسي ما نقدرش نعاود لك كيفاش ماتوا عاد عده طعنات في ثلاثه د الناس والمده الزمنيه دقيقه ما كاملاش كانوا بثلاثه ديال الضحايا في الارض شكون دار داك الشيء هاد الجسد ولكن كيفاش وتحولتي راه ما عنديش تفاصيل ما نقدرش نقول لك هذه تضربات هنا ولا الاخرى تضربات هنا ما عارفش لكم انا مشيت وقع نقاش بيني وبين الناس تعصبت لقيت ثلاثه ديال الضحايا كي تفضوا شعل الضوء لقيت ثلاثه ديال الضحايا انا مازال ما تقبلتش انني انا درت ديك الجريمه باش نكونوا واضحين حيت الاخلاق لا الاخلاق ديالي ولا التربيه ديالي كتخليني ندير ذاك الفعل هذاك بعض المرات مع راسي كنقول كيفاش وصلتي انك وتحولتي من انسان لذاك انا كنسب راسي كنقول انا وحش ديالي لان من مور الجريمه انا ثلاث ايام ما كاين لا ماكله لا شراب لا نعاس لا والو ثلاث ايام ما يمكنلكش تنعس فيها لان غير كتغمض عينيك بالعيا كتفيق كتشوف ديك الصوره ديال دوك الناس ميتين ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.